بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. ساعات ونبدا الصيام ونبدا اول ايام شهر رمضان المعظم. كل سنه وحضراتكم بخير، وبالتاكيد انه خلال شهر رمضان الناس بتجيلها بعض الاسئله الفقهيه المتعلقه بظروفهم، لكن يمكن يكون السؤال الابرز هو الخاص بالسيدات الحوامل، هل يصوموا شهر رمضان ولا يفطروا؟ لو يعني هيفطروا بيكون ايه شكل قضاء هذه الايام؟ سؤال مكرر ومعاد، وتبدو يعني الاجابه يعني مكرره معانا، لكن في هذه التغطيه نجيب على الاسئله بشكل واضح. ويمكن مش اجابتنا ده استنادا على وزاره الصحه والسكان وهيئه الافتاء المصريه. خلينا نقول اول، وزاره الصحه والسكان قالت ايه؟ على الخط الساخن ليها جالها مجموعه من التساؤلات اللي شبه دي، استفسارات متعلقه بقوانين الصيام الخاص بالمراه الحامل في شهر رمضان وهكذا، وجاد بالتزامن طبعا مع قدوم رمضان والتخوفات عند البعض من فكره الصيام. يعني وزاره الصحه والسكان عملت زي روشته كده غذائيه ووقائيه لتعامل السيدات الحوامل مع شهر رمضان الكريم. قالت في تقرير رسمي ليها على السيدات الحوامل قبل اتخاذ خطوه الصيام العوده للطبيب المشرف على حملها او زياره اقرب وحده صحيه بيتم تشخيص وضعها، بعد كده وفقا للتحاليل بيتم اتخاذ القرار بالموافقه على الصيام او لا. ايضا في حاله انه كان الحمل طبيعي مش بتعاني السيدة الحامل من أي أعراض أو مشاكل زي سكر حمل، أمراض قلب، بتعاني من يعني أي شيء، يتم اتخاذ يعني طبعا الحذر في الصيام. لكن لم يتم أو لن يتم إجبار السيدات الحامل على الصيام، لكن في حال رغبتها هي بالصيام، حست بالعطش على الفور لازم تشرب مية، ده كله وفقا لتقرير وزارة الصحة والسكان، يمكن أن تتجنب السيدات الحوامل أيضا العطش تعويض احتياجها للمياه من خلال الإكثار من شرب المياه طبعا والعصائر بعد أذان المغرب حتى توقيت السحور. أيضا طول ساعات الصيام ممكن أن يؤثر طبعا على السيدات الحوامل، لذلك قرار الصيام زي ما ذكرنا أو زي ما ذكر وزارة الصحة والسكان بيعود للطبيب المشرف على الحالة فقط. طيب منطقة أخرى نروح لها وهي خاصة بدار الإفتاء، زي ما قلت في بداية الكلام، وضحت دار الإفتاء حكم إفطار الحامل في رمضان ومقدار الفدية الواجبة. دار الإفتاء قالت إنه جالها سؤال شخص بيقول إنه الشخص بيقول إن زوجته حامل والطبيب منعها من الصيام، عليها كفارة أو فدية، وفي حالة الوجوب يعني ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت بتسدد؟ أكدت لجنة الفتوى بالدار إنه إذا قرر الطبيب عدم قدرة زوجة السائل على الصيام مفيش معنى إنه تفطر عليها، إنه تقضي الأيام اللي أفطرتها بعد انتهاء العذر اللي منعها من الصيام عن كل يوم يوم. اللجنة قالت كمان في بيان فتواها إذا كانت غير مستطيعة للصيام أيضا، مستمرة في عدم استطاعتها حتى بعد انتهاء العذر اللي هو الحمل في الحالة بتاعتنا دي، يعني لازم يعني الطبيب، هذا الطبيب المؤتمن لا كده لازم هو قائم عن كل يوم مسكين، ده يعني بما مقداره مكيال بيساوي 510 جرامات من القمح، بيجوز اخراج قيمتها بالمال يعني وتوزيعها على المساكين، يعني على حسب ما تقول الفتوى. احدى فتاوى كمان السابقه قالت او اكدت فيها دار الافتاء المصريه انه المراه اذا خافت على نفسها او خافت على نفسها مع خوفها على الجنين بيجوز ليها انه ايضا تفطر في رمضان، وزي ما قلنا عليها القضاء فقط وليس عليها فدية. ده برضو رأي. ايضا دار الافتاء في فتواها بتقول ان المرأة الحامل اذا كان خوفها على الجنين فقط، المختصين حذروهم من ضرر الصوم على الجنين، عليها القضاء والفدية زي ما قلنا، هي اطعام مسكين عن كل يوم، والمد اللي هو ربع صاع يعني ربع ما يخرج فيه زكاة الفطر من حبوب من تمور مشابه، ده يعني بيجزأ فيه زكاة الفطر. دي كانت الرأيين الخاصين بدار الإفتاء، وده كان الرأي في وزارة الصحة والسكان اللي ذكرناه في مستهل الكلام. بشكركم على حسن المتابعة. طبعا ده سؤال مكرر ومعاد زي ما قلنا استنادا لهيئتين كبار، طبعا وزارة الصحة والسكان ودار الإفتاء المصرية. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، يا رب نكون بنفي بالغرض. كل عام وانتم بخير، إلى اللقاء.